يا صباح الخير والامل والسعاده والتفاؤل، صباح كل حاجه حلوه يا رب دايما نقابلها في بلدنا الجميله مصر الجميله. بصبح على حضراتكم وكمان بصبح على ياسر. صباح الفل. صباح الفل، ايه الاخبار؟ تمام كله تمام. الجو النهارده حلو الحمد لله، لا هو حر ولا هو برد، يعني معقول كده زي ما بنقول ربيعي الى حد ما. النهارده طبعا بنقول للمراه، انا اللي بقول كل سنه وانتم طيبين. طب ما تقول، ما انت انا قلت كل سنه وانتم طيبين، سمعتيش؟ بس كفايه كده، بس كده، ده اخره. غير الموضوع بقى. النهارده طبعا يوم المراه العالمي، كل سنه ودايما المراه في عطاء مستمر باذن الله. المراه المصريه هنحتفل بيوم المراه المصريه، لكن المراه بشكل عام الحقيقه دايما هي رمز العطاء، رمز الحب، رمز السلام. دايما هي اللي بتحاول انها هي تبني وتعمر بشكل كبير. كل التحيه لكل سيده ولكل امراه بالفعل بتقدم حياتها وبتقدم كل خدماتها لاسرتها ولوطنها في كل انحاء العالم باذن الله. صح، مادام انت ما قلتش. ما انا موافق على اللي انت بتقوليه. اوكي. بس عارفه احسن حاجه النهارده في حلقه النهارده ان احنا مش هنتكلم عن الموضوع ده. ما انا مش عارفه ليه كده، هو على فكره ياسر واضح ان انت وصيتهم، يعني هيبقى كل البرامج بتتكلم عن الموضوع ده كله بيعيد ويزيد. خلينا احنا قاعدين بقى، المراه معانا طول السنه. بس يعني عارف المراه معانا برضو النهارده، لان ما بتتكلم على اقتصاد وبتتكلم على تنميه وبتتكلم على حاجه، هي مراه برضو مش كده ولا ايه؟ وراك وراك يعني. هي الحكومه اللي في البيت. زي ما ياسر بيقول النهارده هتكون موضوعاتنا متنوعه، زي ما بنحتفل بيوم المراه العالمي وبنقدم التحيه لكل امراه، نحاول كمان ان احنا نشوف ازاي ان احنا ننمي بلدنا، ازاي ان احنا نستثمر كل الموارد الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا. بلدنا مليئه بالثروات المعدنيه والثروات الطبيعيه اللي محتاجين ان احنا نركز عليها، محتاجين ان احنا نسوقها بشكل جيد. علشان كده النهارده موضوعاتنا مرتبطه بالاقتصاد، مرتبطه بالتنميه، مرتبطه بالموارد الطبيعيه اللي بنمتلكها في بلدنا. هنركز على يعني قطاعين مهمين في الاقتصاد وفي الاستثمار. الطاقة المتجددة اللي هي بتساعد بديل عن الكهرباء مثلا في الإضاءة وفي الطاقة وفي كل حاجة، وخاصة الطاقة الشمسية. وهنتكلم عن زي ما انت قلتي الخامات اللي موجودة في مصر، وازاي نقدر نستفيد منها استفادة كاملة بدل ما نبيعها ونصدرها رخيصة وترجع لنا كمنتج كامل بأضعاف الأسعار. في خطة معمولة في الموضوع ده، الحكومة بدأتها فعلا. نعرف أكتر عن إيه هي الخطة دي وإزاي نقدر نستفيد أكتر من موارد مصر الطبيعية. دي الموضوعات الاقتصادية اللي هنتكلم فيها النهاردة. بس عندنا في الآخر طبعا موضوع فني، هنبقى عندنا مطربة وردشان مجدي ومصطفى عبد الحميد مطرب، ومعاهم عازف الأورج فادي. هنسمع برضو أغاني جميلة في آخر الحلقة شوية فن بقى نختم بيهم حلقتنا النهاردة. بس يعني بنحاول ان احنا نلقي الضوء على مجموعة متنوعة من الموضوعات، ان شاء الله نستمتع بيها كلها ونقضي وقت ممتع مع كل مشاهدينا. ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لحضراتكم وأول فقرة من فقرات مصر جميلة.